تراهن الجزائر في إطار التوجه الاقتصادي الجديد ومع إعدادها لاستراتيجية وطنية للدخول لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من أجل الرفع من صادراتها خارج المحروقات، على إعادة خلق المناطق التجارية والصناعية الحرة من خلال الاعتماد على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لسد العجز الصناعي والرفع من مستوى الصادرات الموجهة لمختلف الأسواق الخارجية لا سيما الإفريقية منها. وعلى ضوء هذا نظمت جامعة أحمد ريعية كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الإفريقي تحت رعاية وإشراف السيد والي الولاية العربي بهلول ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد لمين بن عمر، وبالتنسيق مع بورصة المناولة والشراكة للجنوب وغرفة الصناعة والتجارة توات بأضرار فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بآليات النهوض بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة في الجزائر لترقية الصادرات في ظل التوجه إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. في سياق مواكبة جامعتنا الإفريقية للتطورات الحاصلة في وطننا الحبيب على مختلف الأصعدة لا سيما على الصعيد الاقتصادي الذي يعرف ديناميكية كبيرة على المستوى الصناعي في إطار التوجهات الجديدة للسلطات العليا للبلاد، نلتقي اليوم في هذا الملتقى الوطني الموسوم بآليات النهوض بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة في الجزائر لترقية الصادرات في ظل التوجه إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية من تنظيم مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الإفريقي بالتنسيق مع بورصة المناولة والشراكة للجنوب وغرفة الصناعة والتجارة توات بأضرار. ولا شك أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لاقتصادنا الوطني لأنه يتعلق بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي تعتبر من العوامل الأساسية للاستثمارات المحلية الوطنية والأجنبية العامة منها والخاصة، ووسيلة من وسائل توسيع النسيج الصناعي الوطني الذي يتطلع إلى الرفع من قدراته الإنتاجية وتنويعية لتجنيب اقتصادنا من مخاطر الاختلالات الناتجة عن تذبذب أسعار النفط والغاز في السوق العالمية التي تتميز بسرعة تأثرها بمختلف الأزمات العالمية على غرار الحرب الروسية الأوكرانية وما تركته من تداعيات ليس فقط على مستوى أسعار هذه المادة الحيوية وإنما على مختلف الأصعدة. والجدير بالذكر أن هذا الملتقى يلتئم في جامعتنا في الوقت الذي تسعى فيه حكومتنا لتنويع صادراتنا خارج المحروقات والانفتاح على السوق الإفريقية الواعدة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري مع مختلف الدول بتفعيل دور للمناطق الصناعية الحرة التي تعتبر حجر الزاوية في هذا المجال، وهذا ما تريد جامعتنا تدعيمه من خلال بعدها الإفريقي. الواقع أن هذا الموضوع متروك لأهلي الاختصاص من الأساتذة من خلال مداخلتهم القيمة التي سيشهدها الملتقى، ولذلك لم يبقى لي سوى أن أتمنى هذا المجهود العلمي متمنيا لهم التوفيق والنجاح مع خالص شكري وامتناني لكل من أسهم في إعداد هذا اللقاء العلمي الأكاديمي وكل من يقف إلى جانب جامعتنا ويشجعنا للمضي قدما في طريق الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. جاء الملتقى الوطني هذا للوقوف على واقع المناطق الصناعية والحرة بالجزائر وإبراز مختلف مقوماتها وتشخيص التحديات ثم البحث في مختلف الآليات الكفيلة ببعثها بما من شأنه المساهمة في ترقية الصادرات لا سيما تلك المطلوبة في الأسواق الإفريقية حسب ما أكده رئيس الملتقى. أهمية هذا الملتقى في الوقوف على واقع المناطق الصناعية والمناطق الحرة في الجزائر بحيث هذه الجلسات العلمية التي ينشطها مجموعة من الخبراء تهدف إلى
البحث في الآليات الكفيلة بتفعيل هذه المناطق، خصوصا في التوجه الجديد للدولة الجزائرية لبعث نمط اقتصادي جديد ينبني على تطوير الإنتاج. فخصوصا أن مجلس الوزراء المنعقد في أكتوبر 2022 ومن خلال توجيهات رئيس الجمهورية أكد على ضرورة إحصاء الشامل لكل المناطق الصناعية الموجودة في مختلف ولايات الوطن، وأمر سيد رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل هذه المناطق من خلال جذب المستثمرين سواء المستثمرين المحليين أو المستثمرين الأجانب بما يسمى بالاستثمار الأجنبي المباشر، الذي من خلاله نفعل هذه المناطق الصناعية ونزيد من الإنتاج الوطني الذي سيسهم في زيادة الدخل الوطني. الأمر الثاني الذي ينبني عليه هذا الملتقى هو بحث سبل الولوج إلى السوق القارية الإفريقية التي تعتبر مكسب هام للجزائر، حيث أن هذه السوق ينشطها 54 دولة إفريقية، والجزائر لديها مقومات وقدرات تنافسية في مختلف المجالات سواء المجال الصناعي، الفلاحي، السياحي، الخدمات، التجاري. وأعتقد أن دخول مستثمرين لهذه السوق سوف يزيد من صادرات الجزائر، وهو ما ترهن عليه الدولة الجزائرية من أجل تحقيق فائض في الميزان التجاري. يسعى هذا الملتقى الوطني لجمع الخبراء الباحثين والمختصين من مختلف جامعات الوطن للبحث والإثراء وتبادل التجارب والخبرات من أجل إبراز أهمية المناطق الصناعية والحرة في دعم النمو وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، مع الإشارة إلى بعض التجارب الوطنية والدولية، وكذا إبراز أهم فرص الاستثمار وأهم سماته بولاية جنوب الجزائرية ومقومات تنشيط الأعمال بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة بالجزائر، وكذا إبراز أهم التحديات وسبل النهوض بها. اليوم يمكن أن ننوع صادراتنا خارج المحروقات، ويمكن أن نكثف الصناعة، ويمكن من خلال هذا الملتقى أن تكون هناك استراتيجية لكيف يمكن أن ننهض بالصناعة، خاصة أن السيد رئيس الجمهورية ركز خلال مجلس من مجالس وزرائه أنه لابد إيجاد آليات للنهوض بالمناطق الصناعية، فيمكن لهذا اليوم وهذا الملتقى أن يخرج بتوصيات تفيد الحكومة الجزائرية في أرضية كيف يمكن أن تصنع استراتيجية لبناء مناطق صناعية. المناطق الحرة في العالم اللي بينت مناطق صناعية حرة اللي نجحت، ونريد الاستفادة من هذه المناطق من أجل بعث يعني الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. ونشوف أيضا الاتجاه الجديد للدولة الجزائرية أنها سياسيا تم يعني خلق 4 مناطق حرة خاصة في الجنوب، اللي من شأنها أن تسهل الولوج إلى السوق الإفريقية خاصة في منظمة التبادل الحر. إذن هذه المناطق الصناعية لما توفره من بنية تحتية، خاصة كنت كلم بنية تحتية كل ما تحمل النقل، المواد الأولية، يعني اليد العاملة، كل هذه تكون إحنا في الاقتصاد كاين نسمى حاجة اقتصادية السلم، الإيكونومي دشال، معناتها كي نجمعوا كل المصانع في منطقة واحدة أنهم يستفيدون من نفس البنية التحتية بشكل جيد، وبالتالي بقلة التكاليف، ومن شأننا أن تكون يعني منافسة، وخاصة كي تكون حرة أنها تستفيد من إعفاءات جمركية ضريبية وغير ذلك، تجعلها كفيلة بأن تصدر بشكل منافس إلى الدول الإفريقية بصفة عامة. العمل على تنشيط حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الأسواق من خلال تفعيل دور المناطق الصناعية والحرة خاصة في المناطق الحدودية عن طريق تبني استراتيجية صناعية تعمل على زيادة الإنتاج الصناعي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة، وتشجيع إقامة الصناعات خاصة في المناطق الجنوبية، وكذا العمل على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق، نقطة مهمة ركز عليها الأساتذة المشاركون في هذه التظاهرة العلمية. هذا الملتقى كان يخص على التظاهر على المناطق الحرة والمناطق الصناعية، ولكن تكلمت على المؤسسات اللي ينشطوا داخل المناطق الحرة والمناطق الصناعية،
يعني هنا en tant qu'association de sous-traitance, c'est une association qui s'appelle la Bourse algérienne de la sous-traitance, البورصه الجزائريه للمناوله والشراكه اللي ينضموا فيها المنخرطين فيها المؤسسات الصغيره المتوسطه في اطار المناوله الصناعيه يعني لا سوتريتونس اندستريال ليرسوا داخل المناطق الصناعيه. وهنا الدعم تاع المؤسسه تاع الجمعيه تاعنا هو تطوير المناوله الصناعيه في كل مناحي القطر الجزائري خاصه في منطقه الجنوب. انتم تعرفوا البورصات المناوله اللي ينشطوا في الجزائر ما كاين اربع بورصات، البورصه الجزائريه اللي في ناحيه الوسط، وكاين البورصه الجزائريه للمناوله في ناحيه الشرق والغرب والجنوب. الجنوب هي في جايه في المقر تاعها في غردايا. حنايا دونك هذا لو تيسيو لو ريزو دو بورس سو تريتونس اي لا بور ديفلوبي لا ريلاسيون دافير انتري زونتربريز، يعني لتطوير العلاقات المؤسسات الصغيره المتوسطه في كل النواحي القطر الجزائري الشرق غرب وسط والجنوب لتطوير هذه المناوله الصناعيه. في الحقيقة الموضوع مهم من حيث أنه يدخل في رؤية رئيس الجمهورية وفي رؤية الحكومة الجزائرية بتفعيل المدن الجنوبية وجعلها منصات للتصدير وولوج الدول الإفريقية عبر هذه المدن، إنشاء مناطق حرة في المدن الجنوبية يسمح لنا بتحويل الموارد والمواد الأولية الموجودة في الجنوب الجزائري وتثمينها وتصديرها على شكل مواد صناعية، وكذلك يسمح لنا بجلب المواد الأولية الموجودة في دول الجوار خاصة المتوفرة كالقطن. نعرف أن مالي تعتبر أهم وأول دولة في إفريقيا تصدر القطن، كذلك القهوة، كثير من المنتجات الفلاحية من المنتجات الحيوانية كالجلود اللحوم إلى غير ذلك. كل هذه الثروات هي ثروات الآن تقريبا غير مثمنة، هي ثروات مهملة. تأتي استراتيجية الجزائر اليوم في إطار تثمين هذه الموارد وتوظيفها واستفادة الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. الإمكانيات كبيرة موجودة في أضراب، إمكانيات فلاحية، إمكانية طبعا طاقوية، إمكانية طبعا منجمية، إمكانيات، ولكن هذا في منطقة مثل هذه المنطقة ولكن غير مستغلة، واستغلال تقريبا تاعها ضعيف جدا. كيف يمكن طبعا تبسيط هذه الإجراءات والولوج من بينهم أصحاب الجامعة لخلق مؤسسات في المراحل القادمة ولدعم وزيادة وخلق الثروة للولوج إلى منطقة حرة في المراحل القادمة؟ لما لا طبعا الولوج، ومنتم من أكبر مساهمين في هذه المنطقة وقربها في المراحل القادمة لتسويق المنتوج نتاعنا إلى أفريقيا. أهمية المناطق الحرة الصناعية للتصدير في مجال التجارة الصناعية والحرة تمثل قاعدة لنمو الصادرات، والذي يمكن أن يتحقق من خلال تطور صادرات المشاريع العاملة بهذه المناطق إلى العالم الخارجي، بالإضافة إلى غيرها من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما تصب إليه سياسة الجامعة من خلال المساهمة في ذلك عن طريق تقديم دراسات وبحوث علمية تسهل عملية وضع خطط استراتيجية مستقبلية محكمة.